السلام عليكم. في فيديو اليوم راح نستعرض لكم ابرز الالعاب اللي راح تصدر في شهر فبراير. الشهر الثاني من هذه السنه احسن من الشهر الاول، لكن ينقصه الالعاب من العيار الثقيل، ومع استمرار الجائحه تطوير الالعاب الى الان متضرر. فخلونا الان نتكلم عن الالعاب اللي بتجينا لهذا الشهر. Yes 9 Monstrorum Nox. محبين العاب الار بي جي اليابانيه راح يستمتعون بالجزء التاسع من سلسله العاب ييس من شركه فالكوم، والجزء التاسع هذا نزل في اليابان في 2019، والجماهير خارج اليابان انتظروا لفترة طويلة حتى تصدر نسختهم من هذه اللعبة اللي بتصدر أولا على البلاي ستيشن 4، وبصيف هذه السنة راح تتوفر على النينتندو سويتش والبي سي. اللعبة من نوع العاب الاكشن ار بي جي، وبتعطي اللاعبين الحرية في اختيار بين عدد من الشخصيات حتى يخوضون المغامرة. الجزء التاسع اعجب فيه النقاد واللاعبين بشكل كبير في اليابان، والآن جاء الوقت لباقي الدول حتى يجربونها. The Nier au Collection واحدة من أفضل تجارب الألعاب اللي نزلت على الجيل الماضي، ونشوفها من أفضل العناوين الجديدة، وإحنا نتكلم عن سلسلة ألعاب الأكشن نيو من فريق تيم نينجا على البلايستيشن 4، واللي نزل لها لعبتين وكل واحدة منهم لقت نجاح كبير. في شهر فبراير بتتوفر للاعبين فرصة تجربة اللعبة بالنسخة المحسنة على منصة البلايستيشن 5 مع كل المحتويات الإضافية للعبتين، وهي فرصة ممتازة لأي شخص فوت على نفسه هذه التجربة المميزة، وبتكون بأفضل شكل ممكن مع هذا الإصدار المحسن. Little Nightmares 2. بعد نجاح الجزء الأول ترجع لنا لعبة المغامرات والألغاز بالأجواء المظلمة Little Nightmares بجزءها الثاني، بتعاون جديد من بين استديوهات تريجر مع شركة بانداي نامكو، والمغامرة هذه المرة بتعطيك طابع اللعب التعاوني، وأيضا مساحات كبيرة للاستكشاف والمزيد من الأفكار الجديدة. تدور أحداث القصة بعد الجزء الأول وبعد هروب 6 بطلة اللعبة من عالم الماء، وراح تقابل ولد اسمه مونو، والآن عليهم استكشاف عالم بيل سيتي والنجاح فيه. سوبر ماريو 3D World Plus Bowser's Fury. لعبة المنصات سوبر ماريو 3D World اللي صدرت في 2013 وأعجب فيها الكثير، بتضيف لها نينتندو بهذه النسخة فصل جديد من القصة نواجه فيه باوزر عصبي. اللعبة بتدعم معاها اللعب الجماعي محليا أو على الشبكة، وبتقدم عالم جميل مليان بالألوان، وتجربة لعبة منصات تسحرك. هذه فرصة جيدة لتجربة اللعبة لأي شخص فاتته التجربة الأصلية، لأنها واحدة من أجمل ألعاب ماريو، وللأسف ما لقت إقبال كبير لأنها نزلت على الويو. Persona 5 Strikers. محبين الجزء الخامس من سلسلة بيرسونا من شركة أطلس راح يلعبون لعبة بتكمل لنا أحداث القصة الجزء الخامس، لكنها بنفس الوقت جانبية لأنها من فريق تطوير المعروف أوميجا فورس بالتعاون مع أطلس. هذه اللعبة أكشنية وبأسلوب ألعاب الواريورز المشهورة، ولكنها بنفس عالم الجزء الخامس من سلسلة ألعاب بيرسونا. تدور أحداث القصة بعد 6 شهور من نهاية أحداث لعبة بيرسونا 5، وبنخوض فيها مغامرة بعدد كبير من الشخصيات منها الجوكر وباقي أعضاء منظمة الفانتوم ثيفز اوف هارت برحلتهم لحل الألغاز حول اليابان. Ghosts and Goblins Resurrection. لعبة الأكشن الكلاسيكية من شركة كابكوم Ghosts and Goblins، واللي حققت شهرة كبيرة بفترة الثمانينات على أجهزة الأركيد قبل ما تنتقل للأجهزة المنزلية، ترجع لنا مرة ثانية بنسخة الريميك في شهر فبراير بمتجر نينتندو سويتش الرقمي. من خلال اللعبة بنلعب بشخصية الفارس آرثر في محاولته لإنقاذ الأميرة بيرن من ملك الشياطين آسا تروث. هذه النسخة من اللعبة بعيدا عن التحسينات الرسومية، بتقدم معها العديد من الإضافات مثل قدرة إعادة المحاولة قبل آخر مرة تخسر فيها حياتك، لأن اللعبة اشتهرت بصعوبتها، وهذه النسخة بتكون أقل تعذيب للاعبين. Bravely Default 2 من سكوير إنكس، واللي صدر الجزء الأول منها على جهاز نينتندو المحمول 3DS بسنة 2012، بيصدر لها الآن الجزء الثاني، ومع أنها اللعبة الثالثة بالسلسلة إلا أن هذه جزء جديد بالكامل بقصة مختلفة وعالم جديد، ومن خلال المغامرة بتلعب بأربع شخصيات ضمن رحلتهم لخمس عوالم مختلفة واستكشافها. اللعبة بتستخدم نظام القتال الكلاسيكي المعروف بتبادل الأدوار للقتال، وقد صدر لها ديمو بمتجر السويتش الرقمي وأعجب فيه الكثير. Destruction All Stars. تواصل سوني دعم جهازها الجديد البلاي ستيشن 5 بألعاب حصرية، وأحدثها هي لعبة الأكشن والقتال Destruction All Stars من تطوير استديوهات Lucid Games، وهي بالأصل كانت واحدة من ألعاب الإصدار لجهاز البلاي ستيشن 5 قبل تأجيلها إلى شهر فبراير. في اللعبة بتلعب بواحد من 16 شخصية مختلفة وباستخدام سياراتهم الخاصة، ومواجهة باقي اللاعبين بالحلبات لمحاولة تدمير سياراتهم وهزيمتهم. اللاعبين يقدرون يخرجون من السيارة قبل ما تتدمر ويحاولون الوصول لسيارة ثانية في الحلبة، لكن انتبهوا من باقي المنافسين اللي بيحاولون يدعسونك ويقضون عليك. هذه اللعبة راح تصدر لنا في شهر فبراير من سوني بدون تحديد تاريخ رسمي لها. هذه كانت أبرز ألعاب شهر فبراير، وبكل صراحة بيكون شهر مقبول وفيه تنويع طيب. شاركونا بأكثر الألعاب المتحمسين لتجربتها في التعليقات.